أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الأكارم، أهلا بكم إلى الحدث على الهواء مباشرة من قناة البلاد. رسالة ورسالة وقبلها تصريح، هكذا كان يوم 18 مارس، دائما في معطيات ومستجدات من أجل حلحلة الأزمة التي تعيشها الجزائر برسم هذا الحراك الشعبي المستمر اليوم من عمالي التكوين المهني وكثير من الشرائح. حتى القضاة دائما يرفضون التخريجة التي قدمت رسميا من قبل الرئيس للأزمة الحالية ويطالبون بوقف مشروع التمديد، لكن ذلك لم يمنع الرئيس وبمناسبة يوم النصر 19 مارس من أن يقول في رسالته بأن الرئاسيات هي التي ستأتي برئيس جديد، وبأن الندوة الوطنية الجامعة ستعقد في أقرب الأجال، وأن الندوة هي من ستغير نظام الحكم ويلحقها تعديل دستوري يضمن انطلاقة جديدة. بين قوسين لا توجد أي إشارة للاستقالة أو الذهاب قريبا، وقبلها فقط بساعات رئيس أركان الجيش قدم هو الآخر رسالة قد تفهم عكسية. وفي الصباح كان تصريح للوزير الأول المستقيل أحمد ويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، تصريح فتح علامات استفهام وحتى تعجب، يطالب السلطة بالاستجابة لمطلب الشعب. بتجميع كل هذه المعطيات سنحاول تحليلها وتفسيرها مع ضيفي، حيث أسعد باستضافة سي علي دراع الإعلامي. مساءك سعيد وأهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. شكرا على إجابتي الدعوة. الأستاذ عبد الرزاق صغور المحلل والسياسي، مساءك سعيد وأهلا بك. أهلا وسهلا. طيب نبدأ معك سي عبد الرزاق، رسالة من الرئيس جاءت لتوها منذ حوالي ساعة، تقول بأن الرئاسيات هي التي ستختار الرئيس الجديد، وهناك تمسك بهذه الندوة الجديد أنها سوف تكون في القريب العاجل، قريبا جدا. بين قوسين لا يوجد شيء يستجيب للحراك الشعبي. في الصباح تقريبا، وليس في الصباح، ساعات قليلة كذلك، رئيس أركان الجيش يقول لكل أزمة حل ولكل المشاكل لن تبقى دون حلول، ينبغي أن نجد حلول. وفيه نوعا ما تأكيد على أن الجيش هو مع الشعب وفي توجهاته تقريبا. برأيك هل نحن الآن أمام مواقف أم أمام موقف فقط في السلطة واحد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على هذه الاستضافة، أيضا أشكر الأستاذ علي صديقي المحترم أنني معه اليوم في هذه الأمسية. أهلا وسهلا. حقيقة أنه فيه يعني اليوم رسالة، ثلاث رسائل في يوم واحد، فهي هذه كثيرة الآن. الرسالة الأولى ربما كانت من سيد أحمد ويحيى لما قال بأنه على السلطة أن تستجيب للشعب، وهذه رسالة يعني أكثر من واضحة، وخاصة وشاهد شاهد من أهلها، بمعنى أنه يعرف ما موجود داخل المخبر. الرسالة الثانية كانت من السيد قائد الأركان نائب وزير الدفاع، والتي مرة أخرى أكدت على تلاحم الجيش مع الشعب، وعلى أن الرهان الأساسي للجيش الوطني الشعبي هو التقرب من الشعب. أيضا عبر فيها على أساس أنه مهما عبر فيها وبكل امتنان وتقدير للسلوك الحضاري والمتمدن للمتظاهرين وللشعب الجزائري، أيضا أكد بأن الشعب الجزائري لن يسمح بأن تنزلق الأمور إلى ربما تدخل خارجي وغيره، وهذا مانع من الموارد. يعني إشادة تامة بالشعب، وكأنها مباركة لسلمية الحراك الشعبي وعلى ذلك. أكيد هو منذ الأول حتى الرسائل كلها كانت تقريبا الرسالة الأخيرة وهذه في نفس الإطار. اليوم أيضا ما يميز هذه الرسالة تاع السيد قائد الأركان نائب وزير الدفاع هو أنه أيضا قال الجيش الوطني كما تعهد بأنه سيحمي الوطن والشعب، بمعنى أنه الجيش سيكون دائما في الحياز تام للجزائر وللوطن، ولن طيب يسمح بأي كمحلل وكمتابع لما تسمع هذا الخطاب، الجيش يستلهم قدرته على ربح الرهانات من قربه من شعبه. من القريب الآن من الشعب والبعيد؟
لا هو أكيد أنه الجيش هو وطني شعبي. الجيش قريب والرئيس بعيد؟ لا انتظر، الجيش قريب أكيد، وحتى شفنا المتظاهرين في الشارع يقولوا الجيش والشعب خوا خوا. إذن حتى الشعب قريب من جيشه ومعتز بجيشه. ونحن في الجزائر أيضا فخورين أن عندنا جيش وطني شعبي ومؤسسة قوية رصينة تظهر في الأوقات المناسبة، لأنه اليوم حتى الخطب أنت قائد الأركان نائب وزير الدفاع هي خطب مطمئنة للشعب الجزائري، هي خطب تأتي في وقتها وفي أجالها ولمبتغاها. إذن اليوم هذا الخطاب للجيش الوطني الشعبي هو خطاب مطمئن، خطاب وطني، خطاب يعبر عن تماسك الجيش طيب والشعب. هل هو خطاب ينم عن موقف؟ لا أكيد هو موقف. أكيد 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 أنه هو موقف، موقف وطني. لأنه اليوم لما نتكلم على وطن وشعب، لأنه أركان الدولة هي الوطن والشعب وبعدين جينا السلطة. طيب سي علي دراع، مش عارف كيف تستقبل هذه الرسائل. بالصباح أحمد أويحيى يقول هو كان معهم منذ أيام فقط، قال والله لابد أن تستجيب السلطة للشعب، بسيطة جدا. الجيش يقول لك الجيش يستلهم قدرته على ربح الرهانات من قربه من شعبه، ومهما تعقدت المشاكل لن تبقى دون حلول، ينبغي أن نجد حل في النهاية. برأيك هذه الرسالة، ثم تأتي رسالة من الرئاسة ليس فيها أي شيء جديد، تقول بأنه الرئيس سيختاره الانتخاب المقبل، والندوة الوطنية سوف تكون قريبة جدا، لا يوجد شيء مثلا جديد أو خارطة طريق جديدة بخلاف تلك التي جاءت في إلغاء أو إرجاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولن أحيي أخي رضوان ومن خلاله كل قناة البلاد محترم، ومن خلالكم ومن خلال صديقي ورفيقي في النضال منذ أكثر من 40 سنة سي عبد الرزاق الأستاذ عبد الرزاق. اعتقادي دراسة متأنية للرسالتين أو ثلاث رسائل اليوم تتركني أفكر تفكير جيد في أن الحراك الشعبي انتقل إلى أعلى هرم السلطة. الحراك الشعبي أثر في مفاصل الدولة، الحراك الشعبي فيه من يستمع له بطريقة إيجابية ويريد أن يتفاعل معه بطريقة إيجابية، وفيه من مازال يرفض حتى الاستماع. يلا بشكل مباشر، من هو الآن الإيجابي والسلبي حتى لا نبقى فقط في التلميحات في هذه الرسائل؟ من الذي يواكب الحراك ومن هو ضد الحراك؟ خليني أقول أن المتفاعلين مع الحراك الشعبي، الشعبي يعرفهم والشعبي يستمع لهم. من يريد أن يقفز على مطالب الشعب ويذهب إلى الأمام كذلك معروف. الآن احنا أمام وضعيتين، وضعية الاستماع إلى مطالب الشعب أو غير أو ولا الاستماع إليها. من يريد أن ينظم ندوة وطنية بدون الشعب وبدون المعارضة وبدون الشارع، الشارع كله يوم الجمعة رفض هذه الندوة الوطنية ولا لا؟ صحيح. رفض الحكومة المقترحة ولا لا؟ الشارع كله رفض المطالب، رفض التمديد، قال لا للتمديد. الانتخابات والرئيس يعين من طرف الشعب، نعم من سيكون منتخب، نعم تحصيل حاصل، تحصيل هذه ليس فيها جديد، لكن التمديد بطريقة غير دستورية ابتداء من 18 ولا 28 أفريل يصبح أمام مشكلة خطيرة. ولذا جاءت رسالة اعتقاد الجيش وليس قائد الأركان، هذه رسالة الجيش واضحة كضغط مثلا، يقولك لا توجد مشاكل دون حلول، أليس ربما تلميح أن نجد حلول أخرى؟ أليس ضغطا على الجانب الآخر حتى يكون أمام حلول أخرى؟ اعتقادي أنه هناك اختلاف على الأجندات، اختلاف على المرجعيات، واختلاف على احترام الدستور. من يحترم الدستور ومن لا يحترم الدستور؟ على الرئيس المفروض هو الذي يسهر على احترام الدستور، هو الذي وضع القسم واحترم لاحترام الدستور. أما الجيش فهو حامي الدستور الثاني، الدستور الآن يحميه الشعب ويحميه الجيش. الجيش الآن رسالته واضحة أنه مع
الحراك لإيجاد معضلة المشاكل أو المشاكل المطروحة لحلها بطريقة قانونية. هل هو عنصر ضغط مثلا على الجانب الآخر حتى يقترح الأخرى؟ أنا قلت هذا حراك ما سميتوش ضغط، هو حراك بين القوتين المتصارحتين. وما هو موجود، واحد صديقنا أنا عبد الرزاق يقول الصراع الموجود داخل أجنحة السلطة أو الكلون دي بوفوار ماشي من اليوم موجود، موجود منذ القدم. والصراع هذا لابد أنت تتغلب، ومش قلت أنت تتغلب كلون على كلون، يعني فئة على فئة أو عصبة على عصبة. أو عصبة على عصبة. طيب سي صغور، فقط دائما لما يطالب الجيش بحلول يقول لك ما فيش مشاكل إلا ولها حلول، لا توجد مهما تعقدت المشاكل لن تبقى دون حلول. هذا التصريح كان على الأقل 3 إلى 4 ساعات قبل رسالة الرئيس. رسالة الرئيس أعادت الحديث عن الحلول التي سمعنا ردها كما قال سي علي دراع يوم الجمعة، ما زالت تتمسك بالندوة التي ستغير النظام والتي ستعقد في أقرب وقت وسوف تحيل إلى تعديل دستوري هو الذي يعمق الأمور، وبالتالي نكون أمام انطلاق مسار جديد. الآن من يتوقع أن مثلا الرئيس أو الجناح الرئاسي سوف يعطي حلول أخرى، هو واهم أم متجاوز للزمن أم ماذا؟ لا أظن ذلك، لأنه في الحقيقة كل ما كان الشعب والمطلب واضح والشعب واضح ومتفق في الداخل وفي الخارج أينما كان الجزائري فهو عنده نفس الرأي ونفس الموقف من العملية السياسية. بالتالي اليوم هل مؤسسة الرئاسة راح تواجه هذا الشعب كله؟ هل اليوم عندك أدوات أخرى أو أطراف أخرى أو أركان أخرى تستند إليهم في الصراع هذا مع الشعب؟ اليوم مطلب الشعب هو واضح، الندوة طرحت ورفضت من طرف الشعب، تمديد طلبة ورفضة من طرف الشعب، والآن تقول أنه ندوة شاملة ويحضر، من يحضر فيها؟ من يحضر وكيف يحضر ولماذا يحضر؟ الشعب ما طلبش باش يعدل الدستور. طيب في الأول قال تغيير النظام ويقول الندوة لتعديل الدستور. بين رسالة التأجيل أو بيان تأجيل الانتخابات البيان الرئاسي وبين هذه الرسالة، هل تحس أن فيه نوع استدراك مواكبة للحراك، أم أننا أمام نفس الجمل؟ وأفهم يعني يقول لك الرئاسيات التي ستنظم هي التي تأتي برئيس الجديد، تحصيل حاصل، الندوة الوطنية طرحت وكان رد الفعل، ما فيش مثلا أشياء جديدة، هل يمكن أن نتوقع حلول أخرى قد تقترح من الجانب رئاسي مرة أخرى؟ الآن الرسالة هذه إعادة تأكيد نفس الكلام الذي وجد في الرسائل السابقة وفي الرسالة السابقة. ما معناه؟ معناها أنه إلى حد الآن المجموعة لم تجد جواب واضح ولم تتفق حول جواب للرأي العام وللشعب وحول الوضع. لو كان هناك جواب آخر كانوا يستجيبون به أو على الأقل يجيبون به. هل يستطيع أن نقول لا تمتلك جواب حتى للجيش الذي يطالب بحلول؟ لا أنا الجيش يقول حلول كل مشاكل إلا ولها حلول. شوف احنا تكلمنا عن الجيش وقلنا الجيش واضح موقفه ووضعه وحتى واقعه، لأنه الجيش هو مؤسسة دستورية، هو مؤسسة جمهورية، هو مؤسسة شعبية، هو مؤسسة هرمية انضباطية، ولكن ليس هو الحاكم. اليوم فيه رئيس جمهورية وفيه دولة وفيها رئاسة. طيب. والجيش هو مؤسسة من بين المؤسسات التي تشرف عليهم رئاسة جمهورية. أسمع لي بركي من هذا. نقطة مهمة أستاذ صغور، هناك من يقول أنه هذه البيانات التي أنت تقرأها بإيجابية قال هو إمساك للعصا من الوسط، لا يوجد موقف واضح للمؤسسة العسكرية تجاه هذا الذي يجري، اللهم إلا كلمات فضفاضة، يعني الجيش يستلهم قدرته على ربح الرهانات من قربه من شعبه، سيبقى الحصن الحصين للشعب والوطن، لا توجد مشاكل إلا ولها حلول. البعض يقول لك نريد أوضح من هذا وأبلغ من هذا ممكن منطقي؟ شوف ليس هناك بعض يقول الأمور واضحة تماما. كيف واضحة؟ لأنه منذ 22 فبراير الشعب تأكد أنه الجيش سوف لن يخرج لقمعه، الشعب تأكد أنه المصالح الأمن لن تخرج لقمعه. وهذا التأكد من أين أتى؟ لأنه الشعب كان مطمئن إلى الرسائل التي جاءت ومن الجيش الوطني الشعبي. إذن اليوم لما نتكلم ونقول الجيش عمره
ويخطئ من يعتقد أن الجيش هو قابض العصابة الوسط. لا، الجيش هو وطني، واليوم مقفزة توضح أكثر. الآن هذا جيش، وهذه دولة، ما لازمش تدخل في خلافات كلامية أو صراعات مع مؤسسة عسكرية أو الآن الجيش. بالعكس، الجيش ثبت درجة، اسمعني، درجة الوعي تاعو ودرجة الوطنية تاعو، بحيث أنه حتى اختيار المصطلحات كان دقيق جدا، وحتى اختيار الوقت كان دقيق جدا، ورافض أن يدخل في 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 أي تفسيرات أو تأويلات تؤدي إلى خلافات مؤسساتية. وبالتالي اليوم الجيش هو بتدرج هو ينظر، ولكن المحرك الأساسي يا صديقي يا محترم، المحرك الأساسي هو الشعب. جميل. طيب، والشعب اسمح لي، والشعب هذا قال كلمته، ولا أعتقد أن الشعب سوف يعود على كلمته. هل تؤمن أن الجيش يمسك العصا من الوسط كما يقول البعض؟ ليس له موقف واضح إزاء هذا الحراك، اللهم إلا الجمل، بعض يقول لك فضفاضة، يعني ليس فيها دليل على الوقوف مع الموقف الشعبي، لما يقول لا توجد، مهما تعقدت المشاكل لن تبقى دون حلول. هل هو ضغط من أجل إيجاد حلول أخرى؟ الشعب تعرف حلوله جاهزة وموجودة الآن. هل هناك مثلا نوع من الضغط من أجل أن نرى الرئيس أو الجناح الرئاسي يعطي حلول أخرى؟ مش عارف ما هي الحلول التي بقيت عنده. اعتقادي هناك تطور إيجابي جدا في مواقف الجيش الوطني الشعبي، تطور فيما يخص علاقته بالمجتمع ككل، وما يخص علاقته بالحراك الوطني الشعبي. كل خطاب ويجي بجديد، خطاب بدأ خطاب نوعا ما هادي، وحتى فيه نوع من الشك فيما يخص العناصر التي تحرك، ولكن لما بدأ الفهم يصل إلى القيادة، قيادة الجيش، تطور الخطاب من تمرست الى شرشال، الى مدرسه الى مدرسه الرويبه، الى اليوم تطور ايجابي سريع. وفيه مواقف جديده الان، مواقف ليس خطاب، او فيه مواقف بانتماء الجيش الى شعبه. انت تاخذ مواقف من هذه الرسائل؟ الجيش عنده مواقف. نعم، هذه مواقف. نعم، موقف أنه تنحاز إلى ما هو موجود في الشوارع الشعبية. اعتقادي أن الجيش انحاز الآن، انحاز إلى إيجاد الحلول على أساس المطالب المقدمة من طرف وليس الشعب. على أساس المقترحات الرئاسية، وليس على المقترحات المقدمة شكلا من طرف الرسائل التي بعث بها الرئيس. تصريح مثلا الذي جاء من الأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي وزير الأول المستقيل أحمد ويحيى، ندرجه في أي خانة في الجناح الذي يطالب بحلول فورية وعاجلة وغير آجلة، أم الجناح الآخر الذي كان فيه؟ ندرجه في خانة أن الإنسان لما يتحرر من قيود نظام الحكم ويصبح حر في مواقفه، هو عارف الضغوطات التي كانت موجودة داخل النظام، هو عارف مشاكل نظام الحكم، هو عارف كيفية تسير الأمور داخل. تصريحات ويحيى تنم عن حريته وتحرره من النظام، ليس تخندقا مع شخص آخر مثلا. اعتقادي ويحيى الآن الذي كنا بالأمس ننتقده وكنا نوجه له التهم، أعتقد الآن خلع برنوس لنظام الحكم وتحول إلى شخص حر يريد أن يقول كلمة بهذه السهولة. أعتقد في يوم وليلة. أنا أعتقادي صغور بسيطة جدا. لا أظن أبدا، لأنه حتى الرسالة تاع السيد أحمد ويحيى لما نقرأها لازم نكملها. صحيح، قال على المناضلي حزبه ان الندو ان ينخرطوا في الحراك، ولكن في نفس الوقت اكد على التزامه بخارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية. بعدها لم يخرج من يعني ما زال يعني ربط الحراك ربط الحراك وبأنه فيه الموقف تاع الرئاسة مقبول، هو قابله، بمعنى أنه وهو مساهم فيه لأنه كان موجود. أيوه، حبيت أقول لك هذا. هذا الاقتراح المقدم من الرئيس هو مساهم فيه، وبالتالي الآن اليوم مرحلة اليوم هي أنه هي مرحلة وضوح، وأنت تفضلت فيها المعارضة
موقفها واضح، الشعب موقفه واضح، الهيئات والفئات على حتى الأئمة وخرجوا للشارع موقفهم واضح. القضاء سلطة، القضاء سلطة بوفوار وخرجوا. إذن اليوم كل هؤلاء، كل هؤلاء السلطة القضائية والسلطة الإعلامية، السلطة الرابعة، وكل الفئات الخاصة، كل بالضبط كل الناس. إذن اليوم لما نتكلم على يحيى، أنا بالنسبة لي هو الكلمة تاعو فيها كثير من الدبلوماسية وفيها كثير من اللباقة، بحيث أراد من جهة يكسب الأثنين، يعني يكسب كما يقولوا الزبدة والبر إلى رجل البر، وأموال بمعناها أنه في جهة لا يرضي إلى حد ما مناضله، لأنه اليوم سي عليك نتكلموا يهضر مع مناضله حينهم تتعرفوا تعرفوا واحد منهم ولا زوج ولا عشرة كم كم هم اليوم، هل هم موجودين في الشارع؟ ربما خشية من تصدع الأفندي كما يتصدع الأفلان الآن كذا. الآن فقط. الآن أين هم؟ لا حتى الأفلان الآن يتصدع، أليس خشية على حزبه؟ لا يريد لا أن ينقذ لا حزبه؟ لا لا شوف، حزب الأرندي وحزب الأفلان، الأفلان أحزاب الآن أصبحت أحزاب مجهرية. تعرف 72 محافظ مع 72 محافظ، أصبح الأفلان حزب مجهري بالقيادة تاعو. لا لا نتكلم على مناضلين، بين مناضلين جبت، لا لا كنا نسي عليه، كنا نقول العكس، كنا نقول العكس قبل السابق. الآن أصبح يطلع البارح في بيان لمحافظي 72 محافظ يستقيل، استقالة جماعية، تسونامي، تسونامي. رؤساء مجلس الشعبي الولائي استقالوا، رؤساء مجالس بلدية استقالوا، الإطارات كلهم استقالوا. جبهة التحرير الوطني والأرندي فيه سيول مثل سيول زيمبابوي اليوم راح تأخذ بيه. فأحمد ويحيى يستبق الأمور، من جهة يقول حقائق على النظام الذي كان هو من صنعه، وقرارات الرئيس هو كان مشارك فيها لما كان في رئاسة الحكم. الآن أصبح بعيد عنها نوعا ما، لا يسيرها، لا يلتزم بها، بعيد أبعد، بعيد أبعد، لا استبعد، ما يهمش هذه الكلمات كثير. يهم أنه ما بقاش في الدائرة التي تستشار يوميا، ما بقاش في الهاتف ثلاث أرقام لتنادى لتلوشيف انتهوا، والسيارات الفخمة انتهت، والأماكن المحروسة بحراسة شديدة انتهت. فالآن يريد أن يتموقع ممكن يكون له إجابة إيجابية في المستقبل. لكن مثل ما تفضل الأستاذ عبد الرزاق، هو يلعب على قدمين، مثل ميسي هذا ولا اسمه هذا كرة القدم، يمين ويسار. إذا جابت من هنا هو مليح، إذا جابت هو مليح، وهذا لا يهم الشارع، لا يهم، ما يهمهم في ويحيى يعني تفصيل، يهمهم في نهاية المطاف هل الحراك هذا سيستمر وسينجح في مطالبه، يتلبى مطالبه، ويتوقف الرئيس عن هذه الاقتراحات الغير قانونية الغير دستورية، وإلا سيستمر بماذا سيستمر؟ كلمة بسيطة، لماذا وبماذا سيستمر الرئيس في طرح هذا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الآن لو فرضنا جدلا كما يقول سيالي ذراع ويقول الكثيرون بأنه سميه انحياز، سميه ميل في كفة الشعب من قبل الجيش، القضاة، عمال التكوين المهني اليوم، أنت قلت الصحفيين وإلى غير ذلك. الآن الجناح الرئاسي أو الرئيس وفق أي أسس ما زال يتمسك بحله؟ يعني من منطق قوة، ما الذي بقي في 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 جعبته، ومن بقي معه حتى يمضي في هذه الحلول؟ أنا قبل أن أجيب على السؤال أعود إلى السيد أحمد ويحيى. السيد أحمد ويحيى هو الوزير الأول الوحيد اللي استقال ولم يقال هذه المرة، حسب بيان وكالة الأنباء بالضبط وهي الرسمية. وثانيا لماذا لا نقول هي لعبة سياسية، إعادة تطبيع، لا دمجه في المعارضة وإدخاله من الباب الآخر، وحتى لأنه الآن النظام، أنت تكلمت عن الأدوات، ما هي أدواته، ما هي الوسائل اللي راح يتعامل بها، لأنه اليوم عنده الولاد ويحيى يصبح معارض، لا بالضبط يصبح معارض هاي والله، ولكن في لحظة ما يعود روسيكلي، يعني يرجع إلى موقعه من جهة أخرى. إذن اليوم يحيى على كل البعض سماه ناطق باسم الحرام، بالضبط لا بأس أنه الجمعة يكون في
الصف الأول. بالضبط. إذن اليوم لما نتكلم أنا يبدو لي إنه الوضع جاد والوضع يعني حرج صحيح وخطير، والشارع بدأ يصل إلى مستوى آخر من التنظيم ومن الوعي. طيب. وأيضا من القلق. اسمعني من القلق، لأنه معي دقائق موضوع يحيى. الآن سألتك من بقي أو ماذا بقي للجناح الرئاسي الذي قدم التوصيفة والحل من نقاط قوة حتى يجعله يمضي، إذا كان الشارع ضدك، إذا كان الجيش يعطي موقف أو تلميح مع الشعب كما يقول علي ذراع، أنت تقول لي ما هوش معك. لا بجاوبك جملة واحدة. لا جاوبك. ماذا بقي لك من نقاط قوة تستند عليها مثلا حتى تمضي في هذه التوصيفة؟ رئيس الجمهورية إلى حد اليوم ما زالت له نقطة واحدة هي قوية، وهي ويستطيع من خلالها أن يعمل كل شيء، ومن حقه هو الدستور والشرعية. هو شرعي إلى غاية يوم 28. يستطيع أن يعين ويستطيع إنهاء المهام ويتصرف، لأنه ممكن أن ينهي مهام مدني وعسكري ووزير. هو رئيس الجمهورية وأنهيت مهام جنرال ماجور في عدة يومين. لحد الآن هو رئيس الجمهورية وهو وزير الدفاع ودستوريا على الأقل إلى يوم 28. بالتالي هذا تلميح معلش. طيب، يتحدث الجيش أو على لسان رئيس الأركان بأنه الشعب يملك إمكانيات جعل بلده يتفادى من أي وضع صعب، من شأنه أن يسمح لأطراف أجنبية أن تحدث الضرر. الآن أطراف أجنبية في بيان الجيش كعنصر نوعا ما ثقيل، عمن نتحدث كأطراف أجنبية؟ والآن من الذي يتحدث عن أطراف أجنبية؟ لا أعتقد أن هناك في الجزائر من يتحدث عن أطراف أجنبية، اللهم إلا جولة العمامرة إلى الخارج، موسكو وإيطاليا وغير ذلك. هل نربط هذا بيداك أم لا؟ هذه لا تصح. اعتقادي للمساهمة في الإجابة على السؤال الذي طرحته على صديقي عبد الرزاق، أن الرئاسة الآن لم يبقى لها أي نقاط قوة داخل البلد، ما عدا القوى التي أرسل إليها رسائل رؤساء دول مجلس الأمن في روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، لتسويق بضاعتهم التي أنتجوها في المدة الأخيرة وتقديم ضمانات على أساس المصالح، حتى دون أخذ الاعتبار بما يحدث في الشارع ولا رأي الجزائريين. هذا لا يهم اعتقادي. وصلوا لهذه النتيجة إذا كان عندهم القرار الدولي في صلاحهم، وقدروا يقنعوا هذا الرؤساء الدول الأجنبية نحميوا هذا الحراك لا يدخلوا له أيادي من الأجانب، يقدروا يتصدوا للحراك ويقدروا يتصدوا لكل القوى الوطنية. لأن إذا المؤسسات العسكرية والأمنية لا تسير معهم، لأن المؤسسة العسكرية والأمنية هما مؤسسة واحدة، يمشيوا خوا خوا مثل ما تفضل عبد الرزاق مع الشعب. إذا كان هادو مشوا مع الشعب، بماذا سيتصدى لهذا الحراك القوي؟ لا هذه مسألة مغازلة القوى الكبرى الممثلة في مجلس الأمن. ما عدا البضاعة درك خليه ويتكلم على المجلس، ما عدا البضاعة هذه اللي يحب يسوقها نوعا ما بوتين ويسوقها لماكرون، تسويق لبوتين وتسويق لماكرون وذلك، هذا تقريبا كلام نوعا ما كثيرا ما سمعنا بأننا لا نسمح لأحد بأن يتدخل في شؤوننا. يقول لك أنه الروس قالوا بأن ما يحدث في الجزائر شأن داخلي، ماكرون يطالب أن تكون هذه المرحلة انتقالية قصيرة، لا يوجد تصريحات نوعا ما ذات ثقل أو نوعا ما تحاول أن تفرض سيناريو أو فكرة أو شخص، لا يوجد هذا في الخارج. لمعلي ذراع يقول لك الآن في هرولة نحو القوى الدولية الممثلة في مجلس الأمن، هذا لا شيء فظيع. ماشي لا هذا واقع، هذا واقع. بيانات رسمية خرجوا، بيان رئاسة الجمهورية وبيان وزارة الخارجية. العمامرة اسمح لي عبد الرزاق، العمامرة مشى لموسكو ومشي لأوروبا والشرق الأوسط والصين الشعبية قبل أن يعين بصفة رسمية وزيرا للخارجية. طيب. حكومة منحلة لحد الآن ليس لها نشاط.
وليسها برنامج وليسها مرجعية لم لوفق لها وتفوت أفكارا في الخارج. وتفوت أفكار في الخارج. طيب حتى نختم سي صغور في هذه المسألة، هل زيارة العمامرة نأخذها بسوء نية لأنها ذهبت من أجل تطبيع فكرة الرئاسية، أم لا لا تعد أن تكون مشاورات أو إعطاء معلومات لا أقل ولا أكثر؟ لا أنا كل قناعة بأنه الجزائر دولة محورية في موقعها، الجزائر عندها مكانتها، الجزائر عندها تأثيراتها. ما تنساش بأنه الجزائر إحنا أول زبون لروسيا في بدار السلاح، أكثر من 10 مليار دولار في السنة، وهذا معناها يعني زبون كبير، ومعناها أنه روسيا يعني بعد روسيا كان الجزائر. الشيء الثاني ما تنساش بأنه السلاح الروسي موجود في الجزائر، ونحن نملك من السلاح الروسي المتقدم جدا، حتى عندنا ما يسمى بلي هذه السمارين انفيزيبل وكل شيء، وهذا كله مسؤولية، بمعنى أنه وزير الخارجية لما يمشي إلى روسيا رايح يأكد للقيادة الروسية أنه الجزائر مسؤولة ومسؤوليها مسؤولين على كل ما يجري في بلدهم، ولا خوف على على على, على, على الأسلحة الروسية، لأنه شفنا كيفاش مشكلة انهيار ليبيا وما تم وكيف تمت علاج قضية السلاح الليبي. إذن اليوم الجزائر لسنا هنا ولن إن شاء الله لن نكون هنا. بالتالي هذا السيد العمامرة الموقف تاعو الدور تاعو رايح إلى مجرد أنه يأخذ رسائل بحيث يحاول أن يطمئن رؤساء هذه الدول على أن الجزائر لا زالت موجودة وواقفة. شكرا لك عبد الرزاق الصغور المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وعلي دراع الإعلامي شكرا جزيلا لكما. كان هذا تقريبا تفسير أو تأويل للرسائل الثلاث التي وصلت الجزائريين اليوم، رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم النصر، ورسالة رئيس أركان الجيش وتصريح أحمد يحيى. شكرا جزيلا لكل من شاهدنا، وإلى اللقاء.